في البداية استمع السيد الفريق إلى عرض حول هذا التمرين التكتيكي بالذاخرة الحية ومراحل تنفيذه والأهداف المرجو تحقيقها من وراء تنفيذ التمرين. وبميدان الرمي للقطاع العملياتي إنجزام ورفقة اللواء محمد عجلود قائد الناحية العسكرية السادسة، تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة من مختلف القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، تتقدمها طائرات الاستطلاع بما في ذلك الطائرات دون طيار. وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عال يعكس جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة. أهدف في هذه المرحلة الحوامات القتالية. هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. التمرين شهد عمليات إنزال جوي لمفرزة من المغاوير المظليين وإبرار مفرزة أخرى بواسطة مروحيات. كما تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.
في نهاية التمرين التقى السيد والفريق أفراد الوحدات المنفذة للتمرين، حيث هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة، مذكرا أن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات هي غاية عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني، أي إجراء التمارين بنجاح. فالمعارف النظرية والمهارات العلمية والتخصصية الملقنة في المدارس والكليات والمعاهد العسكرية المتعددة المستويات تبقى غير كافية إذا لم تعطي مردودها العملي على الأرض. السيد الفريق تفقد بعد ذلك المستشفى الميداني الذي تم نشره بمناسبة إجراء هذا التمرين، والذي يتوفر على كافة التجهيزات الضرورية التي يتطلبها مثل هذا الموقف، بما في ذلك قاعات إجراء العمليات الجراحية الدقيقة. عقب ذلك قام السيد الفريق بتفتيش وحدات القطاع العملياتي إنجزام وبقية التشكيلات المشاركة في هذا التمرين.